حييكم مشاهدينا مع بداية هالأسبوع، وطبعا الكل مشغول بموضوع الكورونا إن كنا بلبنان أو بالعالم، لأنه صار كل العالم اليوم دق ناقوس الخطر، والكل بانتظار طبعا يكون في لقاح أقله، يكون في علاج، ولكن اليوم كل الاحتياطات المتخذة ما في غيرها، تختصر بكلمتين: مسؤولية اجتماعية ونظافة. وهيدي طبعا البديهيات الحياة لما بنكون نحن بنتعاطى مع الناس ولا بنلتقى بالناس ولا بنزور الناس، شيء طبيعي يكون كل واحد اخذ احتياطاته منا تابو، ولكن اليوم الوقاية خير من انطار علاج. وبتمنى طبعا الشفاء لكل المصابين يلي وصل عددهم للعشرة بلبنان، ولكن اليوم في كتير حالات ما اعلن عن عددها ولكن موجودة تحت الرقابة لمعرفة اذا كان عند الفيروس ولا لا. المهم ما يكون عندنا هلع، المهم انه نتعاون طبعا بمجتمعاتنا، وعم نتابع اكيد كل القرارات يلي عم تطلع ان كان من ناحيه التربيه ولا من ناحيه الوظيفه العامه او الناس اللي بتتعاطى مع بعضها بالاماكن العامه. اليوم موضوعنا موضوع الغاز المنزلي. اولا كلنا بنعرف انه منتظرين اكيد ماذا سينتج عن التنقيب في البلوك 4 يلي بدأ الأسبوع الماضي، وبدأ لبنان مرحلة جديدة وجدية. طبعا ما فينا نقول من هلأ شو فيه، بدنا ننطر كم شهر، ولكن خلينا نفوت بالأمور اليومية لأنه قارورة الغاز موجودة بكل بيت، وبلبنان يعني ما عنا وسيلة تانية إلا الكهرباء، وبالتالي أغلبية المواطنين اليوم بيعتمدوا على قارورة الغاز. نحن بنعرف أنه عم بيصير في تبديل من عدة سنوات لقارورة جديدة يكون عندها كل مواصفات السلامة لأن قنبلة موقوتة بالبيت، ولكن اليوم الموضوع آخر مع هالأزمة يلي عايشينا. نحن بنعرف المحروقات مدعومة، ولكن هل الغاز مدعوم؟ وليه اليوم عم يتسلم الغاز بطريقة تقنين، بدي سميها مقننة كمان؟ هيدا سؤال، وأكيد بدي أحكي عن المستلزمات وكل ما يهم الموضوع مع رئيس نقابة العاملين والموزعين الغاز ومستلزماته فريد زينون. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. طبعا ما في بيت بيستغني عن قارورة الغاز اليوم. نعم. لأنه هيدي الوسيلة الوحيدة، لأنه في ناس على الكهرباء ولكن مش بقدر الغاز. منعرف الأزمة اللي عايشينا من فترة، ولكن نسأل ليه بهالفترة بالذات دايما بيقولوا انتبهوا رح ينقطع الغاز، أو بروحوا بدو يعبي بيقول له ما في أعطيك أو تعا بعد يومين، وصلت الباخرة بس ما عم نقنن ما فيها نعطي. يعني عم نسمع كتير بهاليومين، شو حقيقة الأمر نقيب؟ بالحقيقة هي موضوع قصة الغاز نحن واقعين فيه، كلنا بنعرف قصة الدولار اللي هو الدولار اليوم مع 2500، ومصرف لبنان هو اللي مسعره 1515. نعم. هلا المستوردين عم بيجيبوا الكميات الغاز المطلوبه، وبس التحويل اللي عم بيصير هو هذا اللي عم يعمل مشكله، ما عم يجيب الكميات الكبيره. لبنان قديش اجمالا يعني بيستهلك غاز؟ هلا نحن بفصل الكنون الثاني كنا كل يوم عم نبيع 1300 طن، يعني هذا شيء طبيعي كل سنه نحن بفصل الشتاء والسقعه بيصير في طلب كبير على الغاز، لانه في الدفايات وال صح. بس المشكله اللي صارت انه طلعوا بعض الناس قالوا انه ما في غاز. انت بتعرفي اليوم اللبناني بتقولي في شيء مقطوع، كيف بيركض وكيف بيصير، وين عنده قنينه بالابو، عنده قنينه عتيقه بيصير يركض تيعبي مشان ما ينقطع. كلنا بنعرف هذا، وكلنا يعني انا وغيري وكل الناس اللي بيقول في قطع، ان كان بنزين ان كان مزود نركض من عبي، ان كان خبز امبارح شفنا قصه الخبز كمان طبيعي. فالموضوع اللي صار اجا فصل الشتاء مزود ما فيه كهرباء، كان قبل تاخدي مثلا مقطوعه تدفع الموتور، اليوم صار في عداد. يعني اليوم اذا بدك تحطي انت دفي الكهرباء تدفي شوي بدك تفكري تطلع في فاتورتك 500-600 دولار اللي هي اليوم واقعين فيها هيدي المشكله. فكرمال هيك صار في طلب كتير، صارت العالم على الدفايات. يعني اليوم الغاز بيستعمل للدفايه، بيستعمل مي السخنه، بيستعمل للطبخ، يعني كل شيء انت بالبيت نحن ما فينا نستغني، لانه هيدي كلنا بنعرف مواد حيويه وموجوده بكل بيت يعني. فصار في هالطلب الكبير، وصار في بكميات كبيره. يعني مثلا هالموزع يجي يحمل وينزل محل اثنين ثلاثة تخلص النقلة، تيرجع تيعبي بده 4-5 ساعات.
تيعبي النقلة يرجع يكمل السوق تبعونه. عملت شوية أزمة. هلأ السوق شوية هلأ نيب لما يدفع شوية السوق بتخف الطلب عليه. وفي مشكلة أنه مصرف لبنان لازم للمستوردين يحولن هالمصاري تيسكروا هالديونات اللي برا، لأنه اليوم المورد برا بده 35 مليون دولار هاو مش مدفوعين، مش مدفوعين، وبعدهم عم يبعثوا لنا بضاعة، وبعدهم عم يجيبوا بضاعة. يعني هلأ أكيد لو مستوردين قوية برا ما قدروا يجيبوا هالبضاعة وقدوا كل هذا السوق. يعني بينخاف أنه ما بنعرف أي متى بيقول نحن بقى رح نسلمكم بضاعة، وبيقع لبنان بمشكلة ساعتها. أكيد أكيد خايفين منها. بس الحل وين؟ الحل عند الوزير الطاقة، لأنه هو معني بهذا الشيء، وبالمجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء والوزراء هن المعنيين. اليوم كلنا بنعرف أنه الغاز والبنزين أو المازوت أو الدواء أو الخبز مسعر من الدولة، مزبوط؟ صحيح. غير شيء ما في شيء اسمه شيء مسعر. يعني بتعرفي اليوم العالم عم تعاني من السوبر ماركت 60-70% 100% في اسعار غليت. من هيك وزير الاقتصاد قال مش بس بدنا نوقف، بدنا نشهر فيهم. يعني اليوم هي خطوه جديده اخذها وزير الاقتصاد، بدنا نشهر بكل من عم يعني عم بيزيد بطريقه غير منطقيه. هلا هي مثل نحن معلوماتنا بتقول وزاره الاقتصاد هي للغش والتسعير. ما في قانون بلبنان بيلاحق التاجر للمساحة اللي بده بيغلق. هي بيوقف، يعني هي بيوقف عملها لما بتسلم للقضاء، ما بعد هي إلها علاقة. يعني مش هي بتشهر مش هي. بس هالمرة الوزير عم بيقول نحن سنشهر بالأشخاص وبالمؤسسات وبالشركات يلي هي عم تستغل الناس ويلي إن شاء الله أرباحها غير مشروع. ناطرين هيدا قرار أخده مبارح، قلنا 4-5 أشهر نحن هيدا القرار أخده مبارح. يعني نقني اليوم بالانتظار تنشوف شو عم بيصير. فالمهم أنه الغاز يعني إن كان الغاز أو البنزين أو المازوت أو الخبز في تسعيرة يزيدوها من حل كل هالمشكلة. فرق 2005 دولار، يعني إذا نزل على 2000 وهيدي الزودة اللي بيزيدوها هي تكون مؤقتة. ما عم نقول نحن زودة تضل على طول. بس على أنت المواطن. بتعرف نقيب ما في شيء مؤقت بلبنان، في شيء بيصير. لا بيصير. أنت اليوم مثل عندك البدل نحط عليه رسم، هذا رح ينشال لما يخلص وقت البدل. خلينا نقول اليوم قارورة الغاز قديش بتكلف. خلينا نقول قديش بتكلف قارورة الغاز اليوم. هلا اليوم هي 15400 مثل تسعير وزارة الطاقة. كل أربعة بتطلع. صح. أوكي. بس نحن اللي عم نقول عن الزودة اللي بتصير، أول شيء بنكون عدلنا الدولار، صار فينا نفوت كميات. يعني الدولة بعرف إنه بتاخد على البنزين وعلى المازوت، بتاخد على الغاز كمان. على الغاز المنزلي لا، ما في عليه. ما في عليه. في TVA على الغاز البروبان الصناعي. نعم. اللي بيستعملوه الصناعيين عليه TVA. أوكي. بس الغاز المنزلي لا، ما عليه TVA. في عليه نسبة بس إنه توصيلة ولا ما هيك؟ يعني هيدا الجعالة اللي بتكون للموزع وللمحل التجاري. عم بتطالبوا بزيادة جعالة مثل المحطات ولا انتو؟ هلا زاد 200 ليرة الوزير بنهار الأربعاء الغجر. نعم، بس ما حلت المشكلة. تتنحل المشكلة؟ بدها تنحل المشكلة، بده ينحط رسم يعني أقل شيء بالألف ليرة. بالألف ليرة عنية الغاز بنكون حلينا المشكلة كلها، بيصير في غاز ما بينقطع اللبناني ما بيتبهدل. الموزع ما بيروح بينام كل الليل بالشركة ليطلع له حصة. هل ألف ليرة يعني شو بتعمل ألف ليرة؟ الفرق الدولار. فرق الدولار. فرق الدولار. هلا 1000-1300 يعني حسب لأنه الدولار. لأنه اللبناني عم يدفع تبديل. ما أخذت الشركة. التبديل. سلموها يعني المواطن عم يدفع، شركة ما دفعتها. التبديل. يعني اليوم مواطن بده يدفع تبديل وبده يدفع فرق الدولار. ما هو بالنهاية أنت بلبنان كل شيء عن مواطن. ونحن شو مبسوطين نزيد على المواطن. ما حتى نحن لما نزيد على المواطن اذا نزيدت زادت علي كمان وعليك على كل انسان عم يدفع. كلنا بنشتري الغاز يعني وبنشتري البترول وبنشتري البنزين. بس انه اذا زدتوا هذا الرسم حليتوا المشكله. ما اليوم 60% و100% الاسعار كلها غليت. هلا وقفت بس على البترول والخبز والدواء، ليش بدنا نقطع الناس؟ اليوم انت شفت بالبلد كل مشاكل اللي قطعت شو؟ مش البترول. متوافقين انتو كنقابات غاز بهذا الموضوع؟ اكيد لقلك ليه موافقين. نحن مش يعني ضد نزاد ليرة على المواطن. يعني انتو بتشوفوا هيدا الحل يلي هلأ ما في غير حل طرحتوه مع المعنيين. يعني شفتوا وزير حكينا انا شفت الوزيرة ندى البستاني او كانت بعد. نعم. هلأ طالب موعد من الوزير ريمون غجار. نعم. وهلأ يمكن بهاليومين بيحددوه مشان نحكي بهذا الموضوع. لأنه المشكلة أنت في حل بدنا نحله. أوكي. ما بدنا بقى نبهدل الناس. ساعة المحطات بتأضرب،
مازوت ما في. في مازوت؟ ما في مازوت. بقول لك في مازوت. قد ايه حق المازوت اليوم؟ 15700 بيوصلوها على البيت ب 20000 اذا بدك تجيب تعبي. لا لا هلا اني في محطات عامله جالونات 20000 على الماشي. قديش في قديش شو يعني؟ يعني وين صارت ال نحن بلغنا وزارة ال قد ايه يعني عم يدفع؟ قد ايه عم يدفع فارق هلا اني المواطن اذا زدنا 1000 عم يدفع 3-4000 ليره فارق هلا اني تنكة المازوت صح؟ يعني هلأ يعني بمعنى آخر أنه حل من الحلول حتى نضم في استمرارية استيراد الغاز هيدا الحل غير هيك حل ما في. يعني زيادة 1000 ليرة كفرق سعر لأنه الدولة مثبتة سعر الدولار ولكن بالسوق السوداء 2005 ما بدي سمي سوق السوداء بتقول عرض وطلب عند المصارف عم يطلع أكتر من هيك بدي أقول لك شغلة نحن منبيع باللبناني ومندفع باللبناني نعم كي. طيب هلا هالمستورد المستورد بده يشتري بالعمله الاجنبيه هالمستورد بده يجيب العمله اللي هو 2005 ومصرف لبنان مسعر 1515 كيف بدها تنحل مش القصة؟ عم يدعم مثل المازوت والبنزين عم يدعم دعم شوي دعم هلا شوي. مش عم يدعم دعم هلا ني من فتره شوي مصرف لبنان بس ما كمان وقع ب 35 مليون بعده المورد يعني وصلت لل 40 مليون دعم شوي هلا 35 مليون وهلا كل يوم عم بيزيد يعني كل ما بتيجي باخره عم بيزيد الدين فينا نلاقي هذا الحل يعني ما بقى نطلع ننظر ونعمل خطابات وكذا ما عليه إذا زادت رسم يعني بس أهم شيء لقلك شغلة اليوم الناس اللي عم تتدفى على الدفاية إذا انقطع من الغاز لا عنده مزوت ولا في كهرباء هيدا شو بيعمل نتركه يروح كرمال 1000 ليرة موقدة حطب ونرجع على مش كل الناس عندها موقدة حطب مش كل الناس ايه؟ من وين كنا وين حتى الحطب قد ايه صار حقه قد ايه طون الحطب اليوم ما بدنا كمان نقص حطب من شح الايه بس ما بنقص نقيب لكينا بانتظار تلتقوا مع وزير النفط الاستاذ ريمون غجر لترجعوا تحطوا ككتاب نعم. هذا الموضوع كحل من الحلول التقيت بالوزير الداخلية محمد فهمي مش من زمان الأسبوع الماضي شو كان حول ماذا يعني طلبنا منه للوزير الداخلية العميد محمد فهمي في عنا مشكلة وحكينا قبل عندكم قدمين فيها كتاب من قبل مشكلة الخزانات اللي عم بتعبي الأنانة بالأحياء السكنية يعني بمنطقة عكار بمنطقة طرابلس عم يوصلوا بين الأحياء وبيعبوا هالأنانة يعني قدام كل الناس وبتتذكري من شي كذا سنة راح قتيلين وولع نص المنطقة فوق والمحطات البنزين اللي هي كمان عم بتعبي على محطات غاز وكمان هيدا صار في من اللواء عماد عثمان والقائد الدرك العميد مروان سليلات تحركوا بهذا الاتجاه وسكروه من الشمع الأحمر هلأ رجعوا يعني طلبت من يعني وزير الداخلية المحطات ممنوع تبيع وتعبي ممنوع غاز ممنوع تعبي ناني غاز أوكي. ممنوع محصورة فقط بالشركات بالشركات بس طلبنا من وزير الداخلية ونقل الغاز بالموزعين صح بس في ناس بتنزل بسيارتها بتعبي وبتطلع هلأ اللي بينزل بسيارته بيعبي قنيني قنينتين مانا مشكلة مانا بس المشكلة بالكميات الكبيرة مشكلة كبيرة والخزانات اللي بتوقف بالشارع وبتعبي للناس القنيني طلبنا من الوزير بتأثر عليها التأس يعني بأثر عليها الشمس مثلا بأثر عليها بأثر لا إذا حدا قاطع كبله سيجارة سيارة قاطعة شرقت كذا بتسبب انفجار مع معالي ل... ايه طلب مني اعمل كتاب لوزير الطاقه نعم. انا عملت كتاب لوزير الطاقه وهلا وزير الطاقه هن بيحولوه للداخليه ووزير الداخليه هو بيقوم باللازم يقوم به يعني هيدا حفاظا على السلامه على السلامه العامه اكيد اكيد لانه هذا شيء نحن واجباتنا نوصل يعني نوصل الخطر الموجود ونوصله للمسؤولين وين صار اليوم مشروع لتبديل قنين الغاز ماشي يعني ماشي صرنا لتاريخ اليوم 1,700,000 العشرة كيلو و100,000 ال35 كيلو الغاز الصناعي اللي بيستعملوه القنين الكبيره ومقابلهم التلف اللي هو العدد اللي عم يتسلم عم بيكون مقابلهم التلف ايه هون دايما منشدد على التلف يعني مش عم ترجع تندهن مرة تانية وتنعطى هيدي عم تنتلف في شركات عم تتلفها في شركة هي عم تتلف كل الكواريخ اكيد وفي مراقبين اكيد اكيد وقت العمل هالالتزام كان سعر وهلأ سعر تاني رح يأثر شوي سعر هلأ اكيد بده يأثر على 2500 لانه هو العمل على 1500 دولار صحيح. اليوم 2500 صحيح بعد الشركة عم بتبدل بعد ما وقفت بعده لا عم بيبدلوا وبعدهم ماشيين على السعر 1500 وبعده عم بيسلموا طبيعي بالنسبة للمستلزمات يعني من الرونديل للنربيج للساعة اليوم بيدخل كتير على السوق
هل كلها مضمونة؟ هل كلها فرق السعر عليها؟ حكينا وقتها مع لأن معنا صناعة محلية. صح، وقتها أنا حكيت مع الوزير الحاج حسن، كان وزير صناعة. نعم. وحولنا لمعهد البحوث أنه كل شيء بده يفوت ينفحص من خلال معهد البحوث ويتسلم. هلأ إذا صار تهريب هذه شغلة الاقتصاد هي التابعة للموضوع، والجمارك هي بدها تكون منتبهة على نحن التهريب. بعد الفاصل رح نرجع ندخل شوي أكثر بهذا الموضوع، موضوع التهريب، ومواضيع تانية أكيد بتتعلق بقارورة الغاز، لأنه مثل ما قلنا هي يعني اليوم موجودة وين ما كان، وبنخاف أكثر إنه ما يكون عندها المواصفات الصحيحة. فاصل ومنتبع. منتابع الحلقة عنا مع رئيس نقابة عاملية وموزعي الغاز ومستلزماته بلبنان فريد زينون، وخبير نفط كمان، لأني بناخد رأيه كمان بعض الأمور. فإذا فينا نقول أنه اليوم بعهدة وزير الداخلية موضوع بيع الغاز بالمحطات بدون رخصة، ما في رخص بفتكر لها، والخزانات بين البيوت، لأنه كمان في مطاعم بين البيوت والسكن بتستعمل غاز 35 كيلو، حتى في بيوت بلشت تستعمل غاز 35 كيلو. هيدا شرعي 35 كيلو صناعي؟ أكيد. يمكن أكيد. ما هيك؟ لأنه الفران وهول كله بيستعمل 35 كيلو. بيفرق كمان معهم السعر أكثر من القارورة العادية 10 كيلو أو 12 كيلو؟ شيء بسيط، مش كتير، شيء بسيط، يعني بيحسبوا لهم إياها كأنه حق 3.5 ال 35 كيلو. بس هي لأنه إذا بدي يحط المطعم أو الفرن قنينة 10 كيلو كل شوي عنده كتير يعني صرف، ما بيقدي، بيحطوا قنينة الكبار حتى يطول عندهم الكميات، يعني مش كل شوي في قنينة يركب قنينة. كنا عم نحكي بالمستلزمات اليوم، يعني في تهريب للمستلزمات كمان أو موجودة، لأنه كيف شو عم بيصير بالبلد هلأ مثل الساعات؟ وهو كلنا بنعرف أنه كان يبقى في تهريب منهم من خارج لبنان لهون. هلأ إذا وقف قصة التهريب، يعني جمارك اليوم عم بتتابعوا هذا الموضوع بكل قوتهم كرمال ما يكون في تهريب. إذا ما في صار تهريب كله بده يفوت على معهد البحوث. هون صار شغلة معهد البحوث، يا بيوافق حتى معهد البحوث حاطت مهندس بمركز تبديل، مش تبديل، تصنيع القوارير الجديدة على طول قاعد فوق بيراقب، لأنه بده يكون صح. صار على كل قارورة في دمغة موجود دائما بيكون بالمعمل اللي بيصنع القوارير على طول، وبيكون تحت إشرافه، لأنه حتى هو بياخد مثل ما بعرف كمان عشوائيا من السوق وبيفحص ال صح إذا في شيء. هلا نحن أكثر شيء بنكتشف إذا الأنانة فيها مشاكل أو لا، يعني بس بالأنانة الجديدة محل مش يعني هي مكفولة عقد إجمالا النقيب مبدئيا، قد ايه بتنكفى للقاروره الجديده؟ هلا هن الموضوع على 5.5 سنين، نعم. على 5 سنين ونص بتضلها مكفوله، نعم. يعني في اسيرونس عليها اذا صار انفجار من خلال قنينة او شيء، في عليها اسيرونس. لليوم ما بين شيء الحمد لله، ابدا ابدا، يعني احنا بنتابع دائما هذا الموضوع مع كل موزعين، اذا شيء قنيني شافوها كذا يبلغونا عنه، لانه الموزعين انتم بكل لبنان، ما هيك؟ لبنان. مش نعم. مناطقيه القصه، نحنا بكل لبنان. نحن بنغطي 95% كافه الاراضي اللبنانيه، وفي ال 5% بتغطيهم الشركات. المستلزمات اللي بتجوا بتقطع كمان على مصلحه البحوث، بيفحصوا السعيد، بيفحصوا الربيج، الروندلات، معهد البحوث، كل شيء اسمه بينزل من الجمرك بياخذوا عينه منهم وبيفحصوها، وما تيفحصوها حتى يحق لك انت تظهر البضاعه تبعولك. نعم. ونحن حولنا الساعه والنربيش والرونديل كمان يصيروا يفحصوها. في دون المستوى بلبنان في تهريب، في مش اصيل، في تهريب مقلد، التهريب من اي، يعني بقصد انه كل الموجود هي ماركات اصيله، ما في الا هلا لما يفوتوا على معهد البحوث اكيد في المنشا، وفي المنشأ اكيد ببين من وين من جيبه، اذا اصليه مش اصليه، حتى هو معهد البحوث هو شغلته هو يفحصها، اذا مزبوط. كانت منيحه للسوق او لا، ما كانت منيحه بيردوا له البضاعه، ممنوع يفوتها على لبنان. نعم. اليوم عم يدخل على لبنان نوع اخر من قوارير الغاز، مش قاروره الغاز الحديد يلي بنعرفها، اليوم فات على شيء تاني بالغاز ما بعرف شو اسمه، القنينة الفايبر، يعني هيدي شرعوها، هيدي شرعتها
وزارة الصناعة وسمحوا لهم يفوتوا على أساس أول ما يفوتوا 5000 وهلأ يمكن سمحوا لهم 15000. هيدي أنتم ما بتوزعوها لأن هيدي لا نحن مش نحن لأنه هيدي محتكرينا يعني الشخص اللي هو فوت على لبنان هو محتكرة يعني شخص واحد فوته هو واحد محتكرة نعم هو محتكرة وهو عطى نسب لبعض الشركات يتعاملوا فيها وهيدي القنينة أنت ما فيك أنت تروح تعبيها ممنوع تروح تعبيها بالشركة هيدي بده يجي هو دقيله هو بيجي بيخدع على البيت بيعطيك بدالة وبيخدع يعني أنت إذا قطعتي من الغاز صار أزمة غاز لا سمح الله ونزلتي حقي لمطرح ما بتلاقيت ما حدا بيعبي لك إياها هيدي دغري لكن مباشرة علاقة مباشرة ونحن كنا بيفرق سعره نحن امنا القيامة هذا الموضوع نحن كنا ضد هيدي القصة لأنه نحن بدنا شيء ونخلص شيء اسمه احتكار بلبنان نعم. بيرجع بفوتولك الاحتكار بلبنان هيدا لبنان ايه بس مضمونة مين بيراقب سلامتها إذا لا هلأ ما صار أي حادث منها هلأ أكيد لو منا مضمونة في معهد البحوث هو اللي صدق عليها وخليها تفوت على لبنان لو منا مضمونة وخاصة وهن هول اللي بيفوتوا بيمرقوا على معهد البحوث تيفوتوا على لبنان نعم. بس قد ما يفوتوا يعني الكمية نحن لبنان عندنا 7-8 مليون يعني ما حدا قادر يفوت 7-8 مليون لأنه هي حقها بعتقد واصلة على لبنان شي 70 يورو اليوم القارورة العادية يمكن بهيدي الأزمة في كتير عندها قارورة بدها 2 و3 عم تشتري قديه بكلف اليوم اليوم هي حديدة 50 دولار بس هي فرقت كمان على دولار 2005 صارت أغلى يعني صارت أغلى هلأ بالدولار دولار 50 دولار فاضي بس مش مليانة أوكي وبيجي التعبئة تبعولها بس فرق الدولار بده يدفع لبناني بتفرق معه كتير أكيد على 2005 لأنه هالإقبال اليوم عند الناس بس بدنا نقول لهم لأنه عرفت في عالم مخزنة 3-4 هيك ببيوتها كمان هيدي في خوف لازم تضم مسكرتها يمكن ما تحطها أكيد ما أكيد. على البلكون إذا في شمس إذا يعني ما بيأثر لا. ما بيأثر شو هي أكتر شيء أهم شيء ما تنفس القنينة يطلع من غاز يصير في نار يصير شرقة كهرباء هذا أكتر شيء بيشكل خطر إنه طول على القنينة وبعدنا منقول للناس إنه مش تولعوا لما بتركبوا قنينة غاز وتجربوا إذا عم تنفس لا أكيد أكيد هيدا شيء خطير جدا بيلقطوا الإداحة ينحط الصابون بعتقد صابون بالرغوة الصابون بالسفنجة إذا أول شيء هي شو بيصير بيشموا الريحة بتكون ريحة عبت بالبيت بيجي بيولع الإداحة وكمان عم بتصير بالأفران بيفتح الفرن بيجي وين الإداحة مثلا أو تيولع بيكون صار عم بيطلع غاز أجيب الإداحة بيروح ليبرم وين شو صار بالغاز عبا بيجي عم بيولع بيعمل هيدا الانفجار صار كذا حالة من هالشغل كخبير اليوم بهذا المجال عم بيصير لكن حوادث من هالنوع ايه اكيد كتير عم بيصير بدأ انتباه اول شيء الناس بدو ينتبهوا وتاني شيء اذا في شم ريحة غاز بدو يفتح كل شبابيك بدو يقطع الكهرباء ولا بده يطلع من البيت بده يسكر القارورة بده يسكر بس اذا في ريحة نفست او شيء يستعمل السفنجة رغوة الصابون وتاني شيء ما يولع نار هي النار ويطفي كل شيء واجمالا بالسقعه الغاز يمكن بجمد شوي اكيد هذا غاز غير البيتان. الصيف يعني. غير البروبان البروبان نحن عم نجيب بعد البروبان للصناعيين عم نجيب على الفران ايه اكيد اكيد في هيدا كمان عم تطلبوا دعمه لانه هيدا اذا ما تامن للصناعيين ما تامن للافران مشكله هيدا موجود بس الطلب عليه مش قد طلب الغاز القوارير العادية نقيب قبل ما انهي اكيد كل اللبنانيين اليوم متفائلين بالتنقيب اكيد ان شاء الله ما تتخيب امالهم هذه المره متفائل انت قديش لانه عم نسمع على الكهرباء بدها تصير على الغاز بصير في امدادات على الغاز هلا لقلك نحن يعني هلا نحن ما فينا نقول بلد النفط اكيد اوكي بس اكيد بدي يكون عندي تفاؤل يعني الانسان اذا ما عنده تفاؤل ما بده يعمل شيء هلا نيه بلشت الحفاره الحمد لله انه وصلت وبلشت بالشغل عندنا نحن شهرين هلا نيه الحفر لانه عندك 4500 متر بدهم ينزلوا بدها شهرين اذا بين عندنا البترول بدنا شهرين حتى نشوف شو النوعيه يعني عندنا 4 أشهر إذا طلع الغاز عندنا نوعية يعني مبروك لكل اللبنانيين إن شاء الله بلكي هيك منخفف من أول شيء منخفف من الفاتورة واثنين يعني بس إن شاء الله صناعة لبنانية إن شاء الله بس من هلأ لأربعة أشهر
لما يطلع النفط عندنا ويطلع في مشاكل سياسيه غير مشاكل سياسيه محاصصة بالوضع الاقتصادي اللي نحن يمكن نوقع بدين بقد ما عندنا بترول بلبنان أو لا. يعني نشيل هون ندفع ديوننا نكون مطرح نكون على قد يعني كيتنا. نائب اهلا وسهلا فيك. انا بالاختصار بدي اقول انه ما فيش لزوم انه نخزن غاز لانه كمان هيدي شغله خطره الى حد ما. فينا نقول انه اليوم في حلول لاستمرارية استيراد الغاز حتى ما نقع بمشكلة لأنه نعتمد عليها وين ما كان. أنا بشكر حضورك معنا وطبعا كل الأصدقاء المشاهدين يلي تابعونا. نلتقى بكرة الحل عنا عبر الـ MTV. إلى اللقاء.